لازم تعرف على طريقة وكيفية تفعيل الشاشة الرئيسية على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشة الرئيسية، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تخطيط الشاشة الرئيسية، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشة الرئيسية. وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل الشاشة الرئيسية فقط، وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.